بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. السلام عليكم أيها الشهداء الأصفياء. السلام عليكم يا آباء الشهداء الأوفياء. السلام عليكن أيتها الحرائر. نفسي لكن الفداء. السلام على من حضر من الأحرار الأوفياء. ها نحن جئنا لنلبي دعوة أبي الشهيد وأم الشهيد، بل نلبي دعوة الشهيد الذي طلق الدنيا ولم يرضى بالمذلة والأدنى، بل اختار أفضل الحسنيين وهي الشهادة، هي له رمز ووسام وقلادة، وهي ليس له نهاية وإنما له ولادة. كلنا شرف، كلنا فخر، كلنا عزة، كلنا خلود أن نوفق لزيارة هذه الروضة الشريفة التي هي أفضل من بقعة في الجنة. يقول الشهيد أن الشهيد تحت التراب، ولكني أقول أن الشهيد ليس تحت التراب، الشهيد في القلوب، والشهيد في روح وريحان وجنة نعيم عند مليك مقتدر. كلنا شرف لأن نحظى بهذه الزيارة الموفقة لتخليد هذا الشهيد وبقية الشهداء. كلنا شرف بأن نحضر لأجل هذا الشهيد وعن دربه ونهجه لا نحيد، فهو وليد وليد وليد. السلام على الشهداء الأبرار الأحرار. نعاهدكم ونقدم لكم الولاء والوفاء بأننا عشقنا دربكم ولم نوفق إلى نهجكم، فأنتم طلقتم هذه الدنيا ولم ترضوا بالذل والهوان، ولن ترضوا عن الآخرة بدلا. السلام عليك أيها الشهيد السعيد. السلام عليك أيها الخلود الوليد. سلام عليك يوم ولدت، سلام عليك يوم استشهدت، سلام عليك يوم تبعث حيا من قبرك إلى قصرك. السلام عليكم مرة أخرى، وكلكم شموخ وشرف، وكلكم خلود وبقاء، بقاء إلى الأبد، ذكرى لا تمحو ولا تذهب عن قلوب الأحرار الأوفياء أمثالكم. السلام عليكم أيها الشهداء
الأبرار الأحرار. السلام عليكم يا آباء الشهداء، السلام عليكن يا أمهات الشهداء، السلام على الأحرار، السلام على الحرائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن ننهج نهجهم ونسير على دربهم، ونوفق لما وفقوا إليه من إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفاتحة.